سيداتي أنساتي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مجددا في قناتكم هميزات. أتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي أتم الصحة والعافية. اليوم جبنا لكم أحبابنا الكرام عروض بيم تركيا ليوم الجمعة 3 يوليو 2020، وكما تعودنا بيم تركيا ديما الجديد. صفيحة مطبخ زجاجية بثمن صادم، طناجر ومقالب أثمنة خيالية، خزانات، ضراب، محمصة، تلفاز، ميزان جسم زجاجي، معدات خاصة بالردة، والعديد 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 من المفاجآت المميزة. نترككم لاكتشافها كلها من خلال هذا العرض، ونطلب منكم أحبابنا الكرام متابعة الفيديو حتى النهاية، فنحن نبذل جهدا كبيرا في ترجمته وإعداده لكم. ادعمونا بلايك واشتراك لنستمر في جلب الجديد دائما، ونتمنى لكم فرجة ممتعة. إن كانت هذه أول زيارة لك سيدتي على قناتنا، اشتركي في القناة بالضغط على الزر الأحمر وفعل الجرس لكي لا يفوتك أي عرض أو تخفيض قادم. وإن كنت مشتركة في القناة فشجعينا بلايك لكي نستمر في العطاء الدائم. أي مقترح أو استفسار أسرة ميزات اكتبوه لنا في التعليقات، وسنجيبكم نحن أو أحد متابعينا الأفاضل، فنحن أسرة واحدة ونساعد بعضنا بعضا بأي طريقة ممكنة. نتمنى منكم أسرة هميزات إيصال هذا الفيديو لعشرة آلاف لايك لكي تشجعونا للبحث وجلب جميع العروض الجديدة. باش ما يفوتك حتى عرض سيدتي اشتركي وفعلي الجرس، غيبقى يوصلك اي عرض حطيناه فورا نزوله.
هذه العروض أحبابنا الكرام خاصة ببيم المتواجد في تركيا، نتمنى جلبها قريبا لبيم المغرب كما جلبت العديد من المنتوجات سابقا، وهذه مناسبة لنتعرف على منتوجاتهم وأزمنتهم ونقارنها مع منتوجاتنا وأزمنتنا ونطلع أكثر على جديدهم. باش نكبروا القناة أعزائنا الكرام وتعم الفائدة على الجميع، شاركوا قناتنا مع أصدقائكم وعائلاتكم. متابعينا الأفاضل شجعونا بلايك وتعليق لكي نستمر في جلب كل ما هو جديد في عالم العروض. إن كانت عندكم متابعينا الكرام أي ملاحظة أو استفسار عن هذه العروض اكتبوه لنا في التعليقات وسنجيبكم في أقرب وقت ممكن. Thank you.
المرجو منكم أعزائنا الكرام دعمنا وتشجيعنا بنشر الفيديو بين أحبابكم وأقاربكم عبر الواتساب والفيسبوك. لكي لا تفوتكم عروض متجددة على الدوام متابعينا الكرام، اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس. باش يوصلكم متابعينا الكرام إشعارات بالعروض اللي كنحطو، اشتركوا بالضغط على الزر الأحمر وفعلوا الجرس. لتعم الفائدة متابعينا الكرام، المرجو منكم ذكر تجاربكم مع المنتوجات المعروضة في التعليقات لكي نساعد بعضنا بعضا ويستفيد الجميع. أحبابنا الكرام، هنا نكون قد أنهينا عروض اليوم. إن كانت عندكم أي استفسارات أو مقترحات اكتبوها لنا في التعليقات. إلى همزات أخرى نترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.